نهار 5 سبتمبر هي مش هذه ديسمبر اي هربت هذه مرة رابعة علاش هرب لو 3 ديسمبر عرضت لها في المحطة اي وين تمشي تمشي معمل خزف تخدم معمل خزف يخي تخدم على روحك هو من عيونه بطلت انا مغربية تعاوني انا ها تروح للدار ولا لا تروح انا عرض لها تروح اي فهمت نهارتها تعلم بيا مش الحمام الزريبة اي خدت وقت اشتراه وقت الماش 9-10 تعليه يا ربي سبحانه اي بطت المشي نتاع حمام الزريبة بي هزيت كان جماعة معمل برك روحت بكري طيب ورجلت كل شيء جاء الوقت ما جاتش اي قصدت ربي مشيت وين تحبس الكار هي. في المحطة في زرزونة راه في ميتور أكل كحل هي. وقف قد من هنا واللي كرون هذاك الكحل وقف الموتور كما غادي ويهبطت من الموتور الموتور مع شكون جيت ما نعرفوش شكون قلت لي زميلي يخدم معايا قلت له اسمه قلت لي والله ما نعرف اسمه قلت لي وقف لي قلت لي راهو يعرفك مليح انا يعرفني هي انت مرت راجل فماشي دي زميل يخدم معايا فماشي على الموتور ما طلعش انا شنو زميلي يخدم معايا اي ومشيت غدوه قدام معمل خزف اي لوش في الوجه حتى تعدى قدامي لوش في الوجه ونفس الموتور هذاك ما فماش انت عندك شك في مرتك عندي فيها شك شو الشك ما حاطه ثقه منها جمله جمله